فبس دلوقتي هنعمل العيش الشمسي. هو عباره عن ايه؟ العيش الشمسي ده برضه عباره عن خميره، رشه سكر، رشه ملح، ودقيق وميه للعجن فقط لا غير، اكتر من كده مفيش. اطلع بس دلوقتي اطمن عليهم كده الصغننين اهو بالبلدي الصغير ده. وادي البلدي اللي هنا. طاسه والتانيين زي بعض، بل بالعكس والله الطاسه يبقى اطرى كمان. انا بجيب هنا الخميره، معلقه خميره صغيره على رشه سكر الاول كده لوحدها، مش هنحط الملح دلوقتي غير في الاخر، على ميه، ميه دافيه ادوب فيها دول. ماشي، هبص في الطاسه كمان نفش ازاي، ما شاء الله بقت جميله. فين النفش وفين لا، عشان محدش يزعل، عشان اذا انا عملته وطلع مش نافش او طلع مش مهم، كله حلو اهو. بصوا لا هيعمل مش مشكله، نفش ما نفش هو حلو برضه. خلاص انا هنا بقى كده الخميره والسكر والميه الدافيه، وابدا احط الدقيق. عايزه اعمل 3 كوبايات، عايزه اعمل 2 كوباية، عايزه اعمل 1 كيلو، اللي انت عايزاه. كده سوينا العيش اهو، خلاص كده هنطفيه كده. شكرا. ونحط بقى 3 كوبايات الدقيق، وبعد كده نحط ايه؟ الملح. طبعا الكوبايه دي بتخم، بس ايه كده مظبوط. نحط رشه الملح. ممكن برضو نحط هنا شوية ردة برضو جوه العجينة بتاعت العيش الشمسي، وممكن لأ يعني العيش الشمسي ممكن احط له كده معلقة ردة او كبشة ردة بايدي كده، او لو دي بلدي يبقى دي بلدي على دي ابيض، ممكن لأ. طبعا هما على فكرة بقى بتوع الارياف او بتوع الصعيد لما يجي يعملوا العيش ده بيبقى طري في ايديهم جدا، وطبعا ما شاء الله تبقى في الصعيد الشمس حامية فبيخمر معاهم في الشمس بسرعة قوي. طبعا بيسيبوه في الهواء، ده مش بيتغطى يعني، ده بيسيبوه يخمر في الهواء كده عشان يعمل قشرة، القشرة دي تشيل الايه العجينة، العجينة تبقى طرية جدا يعني، العجينة تبقى طرية قوي قوي، فالقشرة بيخلي العجينة ايه تتمدد تنفخ جوه القشرة من غير ما تفرد بالعرض. لو العجينة ما تهولش في الشمس بتلاقوا ايه ملهاش قشرة، فبدل ما تخمر تنفش لفوق بتخمر بالعرض بتسيح زي ما بيقولوا. تمام، فاحنا برضو هنخمرها من غير ما نغطيها حتى لو ما عندناش شمس، لو هوا بس كده هي برضو بتنشف القشره بس. طعم بس هي حاجه هما بيعملوها ما شاء الله، ده بتبقى في ايديهم كده سايله كده ويبداوا ينقلوها من الايد دي للايد دي كده وسايله جدا، عشان كده بيطلع القشره طري جدا معاهم. بس احنا بنعمل حاجه برضو ايه يعني ما نبقاش حرام نفسنا من حاجه، وعملناها برضو بطريقتنا البسيطه. ممكن طبعا نعمله صغير، نعمله برضو كبير، بس هو طبعا مثلا ايه ده يبقى على الرغيفين كده، هو بيعمله كبير شويه. فنبدا نعملها كده، نجيب رده نسيبها كده. انا طبعا زي ما قلت لكم انا العجينه بتاعتي انشف من بتاعتهم شويه كده، مش هغطيها دي ما بتتغطاش، تستاب كده تخمر وهي زي ما هي كده عشان تخمر القشره تنشف ويخمر لايه من غير ما يفرد بجنبه. اوكي تمام كده، بس كده تمام. انا عايزه اقول لكم العيش الشمسي اه بصوا الخمران بيبقى بالشكل ده، وبعدين ادخله يستوي بالشكل ده، ده الخمران وده اللي استوى. خلاص انا ممكن اقطع لك حتى منه العيش الشمسي، احنا بنقطعه كده زي الايه زي التوست كده يعني عشان ما يبقاش شكله مش حلو في التقطيع، بس طبعا هو كده حلو كده حلو. ممكن طبعا تقطعيه كده عادي بايديكي كده اهو بالشكل ده. طبعا هم بيجي يقطعوه ما بيقطعوش بسكينه، تمام كده اهو.